انا كنت عارفه انه رح تخلص علينا، بس ما كنت عارفه انه رح تكون هالقد صعبه علي. رجا خلص، مين رح يصور محله؟ ما حدا. لو في يوم من الايام عرفتي ان رجا لسه بيحبك وعنده استعداد يرجع لك ويتجوزك مره تانيه، ترجعي له؟ قصة حب. ليش الإنسان الوحيد اللي كنت أتمنى أحبه طلع مجوز؟ يوميا بعد الأخبار على MTV.